بسم الله، هنتكلم على الانجلر مع الجاف الاجكس. اجكس سينكرون جافا سكريبت اند اكس ام ال. دي كانت كده فكره الاجكس. طبعا مش هتكلم فيها بالتفصيل الاول، لكن فكره ان انت بتنادي او بتلود بيانات من غير ما الصفحه تعمل ريفرش ببساطه. يعني خلاص عايزين نلود بيانات ونعمل عمليات ما من غير ما الصفحه تعمل ريفرش، المهم بيانات من على سيرفر يعني. فبيقول لك نود الانجلر جي اس بتبروفايد لينا فاريبل كده اسمه دولار ساين اتش تي تي بي كنترول، ودوت بيشتغل كسيرفيس. خلاص تقرا البيانات من على السيرفرات من غير ما تعمل لودنج وتروح على السيرفر وترجع. السيرفر طبعا ذا سيرفر ميكس الداتابيس كول، يعني السيرفر ده بيخلي بينادي على الداتابيس مثلا وبيجيب ريكوردز منها. بس المهم ان الريكوردز تيجي جيسون فايل، تيجي جيسون بشكل جيسون فايل. الانجلر جي اس تحتاج الداتا دي بجيسون فايل عشان تقدر تشتغل عليها. الفكره بسيطه جدا، لو الاول لما الداتا تيجي على اتش تي تي بي ممكن نقدر نستخدمها عشان نجيب الداتا دي من على السيرفر بالشكل الجاي. فانكشن اسمها سيرنت كنترولر، كنا عارفينها، كنا بنبعت لها السكوب، بس المره دي بنبعت لها اتش تي بي كمان اللي هو عباره عن اجكس هيجيب بيانات من على سيرفر. بقول فار واقول يو ار ال وبحدد اليو ار ال بتاع السيرفر اللي انا عايزه، اتش تي تي بي الملف اللي انا عايزه. خلاص بعد كده بينادي جوه اتش تي بي جيت من اليو ار ال الفلاني. لما يكون سكسس اعمل لي فانكشن فيها الريسبونس، يعني فيها النتيجه، وقول السيرنت دوت سكوب اللي السيرنت بيساوي الريسبونس كول. فالمفروض ده يبقى شال كل البيانات بتاعت السيرنت. عشان نشوف مثال واقعي من غير ما نطول، هروح كده اجيب نوت باد او نوت باد بلس بلس، مش فارقه معايا عشان بس محدش يكون مش عنده. تحت كده قمت قايل والله انا عندي الداتا بالشكل دوت، المفروض تجي لي من الداتابيز بالشكل دوت، يعني يخرجها بقى ويب سيرفيس تخرجها ايه مش عارف، بس مش مشكله مش عايز اخش في التفاصيل دي. لكن تعالى نعمل المثال ببساطته من غير ما ايه، من غير ما نخش في تفاصيل كتيره تعقد الدنيا. ادي محمد صبور مثلا كوما ده منين مثلا، وادي له رول نمبر مثلا، مثلا وليكن قاعد 101، وادي له مثلا برسنتج نسبه ولتكن مثلا جايب 80%. خلاص كده، خلاص اول واحد كوما، واخدت منه كوبي قمت عامل بيست، قمت قايل مثلا مصطفى رأفت مثلا، واقول ده 201. خلاص وادي له مثلا 90% بيست، قمت قايل مثلا عبد الله مثلا تدي 301 اي حاجه بقى، تدي له مثلا 90%، النيم مثلا برهان نصف مثلا 401 90%. كل الناس ناجحة وشاطرة اهو مثلا، يعني نقول أحمد طلع مثلا ده 501 وجايب مثلا ماشي 80 80، وخلاص كنت شايل الكومة الأخيرة دي. خلاص ده ملف هسيبه على سيرفر، لازم ترفع على السيرفر عشان انادي عليه بقى من حته ثانيه. وانا عندي هنا مثلا طبعا لازم تكون مسطب حاجه، انا هنا في مسطب ايه بي اتش بي اكس ام بي بي على اتش تي دوكس، وعامل سايت كده بسيط اسمه تيست سايت ما فيهوش غير ملف، اجي هنا تيست سايت واقول له هنا هو تيست سايت جوه البي اتش بي، قلت له داتا دوت تي اكس تي او اي حاجه دوت بي اتش بي اي حاجه اللي انا عايزها زي ما هي جايه يعني. ماشي
انسي مش عارف ايه صارت يونيكود كده ماشي داتا دوت دات سيف ده ملف موجود قد يكون ده اصلا جنريتد من صفحه ويب جنريتد مثلا من صفحه ايه ويب متكلمه مع داتابيز مع مش عارف ايه مش مهم خلاص المهم ان بعد ما كانت الداتا دي موجوده عايز اعمل ملف HTML بيجيت الداتا دي هون جاي هنا عندي من اسمه ايه دوت من هنا من براكتس هاخد كده مثلا الحته الاولانيه اللي من فوق دي كده ال HTML والهيد بتاعتنا بالستايل لغايه البادي مثلا هنا ده ملف الجي اس بالبادي كلام جميل هات بال HTML بالعنوان ده هاجي هنا وعامل ايه نيو فايل وهسميه مثلا get file from server.html تعمل بيست كده طبعا هقفل بسلاش body وادي سلاش ايه بس HTML طبعا ages ماشي كلام جميل مفيش اي حاجه لسه في الصفحه انت جاي قمت قايل دفاية هعمل لها ال ng app مش محتاجينه قوي خلاص سيبك منه ng controller ده مهم ونادي على student controller خلاص كلام جميل وجيت هنا قمت عامل تيبل وهو التيبل دوت قمت عامل تي ار تيبل رو وهو التي ار ده شويه تي اتشات كده عناوين الكولوم الاولاني النيم تي اتش الكولوم الثاني الرول تي اتش الكولوم الثالث percentage هذه تي ار الاولاني تي ار الثانيه ان جي ريبيت هتكرر الداتا اللي جايه لي هقول كل student ان students خلاص المفروض ان هو يعمل لي ايه اقول له تي دي هيا كده تري الاولانيه هيطلع لي للستودنت دوت نيم او نخلي الان كابيتال وعلى حسب ما انا مدخل انا هعرف اظبط نفسي او هعرف اكتب مش مشكله للستودنت دوت رول نمبر مش عايز ندخلها كده ولا ايه و تي دي كمان the student dot percentage تمام دخلنا كده ولا احنا مش متأكد اه مظبوط دخلنا كده مظبوط حلو وتعالى هنا بقى عندي بعد قفله الدفايه دي عايز اعمل السكريبت الخطير بتاعي اللي هيكلم الاجاكس كده قمت عامل فانكشن خلاص سميتها student controller ومفروض بتاخد مني هنا السكوب صح؟ لا مش هاخد السكوب بس وهتاخد كمان معاها عمنا الجديد اه سوري زي عمنا الجديد اللي هو HTTP تاخد كمان معاها ال HTTP اللي هو عليه اللعبة كلها حلو قوي جميل طبعا الملف اللي انا حاطه دوت لو حد بتاع اس بي هيعمل ملف موقع اس بي ويحط ويسيب جوه الموقع الملف ده ولما يرن يبقى عارف الباس ياخد من لما يرن يعني الفايل يبقى ياخد العنوان اللي من فوق اللي هو مثلا لوكال هوست كولون
واي بورت زي ما طلع له سلاش وداتا دوت داتا دوت ايه دوت داتا او زي ما هو كاتب يعني العنوان بتاعه بتاع البي اتش بي. خلاص انا وريته دخلت سيفت في مكان معين وهرن كده كده المفروض اما اجي برن بال بي اتش بي فالمفروض اقول لوكال هوست على جهازي انا، وبعد كده بحط بورت 4 8، وبعد كده كنت بقول سميته تيست سايت. خلاص ده تيست سايت، او احنا هنادي على ملف داتا دوت ديت. خلاص ادي الايه، ادي جهالي من على السيرفر اهي ماشي. فانا بيهمني مين العنوان ده، قمت جاي هنا جوه الفانكشن متعامل var متغير سميته اليو ار ال، كنت مديله الايه المسار ده سيمي كولون كده اهو. بالنسبه لي انا ده المسار بتاع الايه بتاع الفايل اللي هيجيت اصلا مثلا، وليكن بيجيب من داتابيز المهم بيبعث لي البيانات بالشكل الملصق ده. قمت قايل له نوت ايه، عايزين بروح على عمنا اتش تي تي بي، عايز اقول له جيت لي، طبعا في جيت لي ممكن خلينا جيت لي دلوقتي. خلاص قال لي هيجيت لك منين، قلت له من اليو ار ال ده، يو ار ال اللي هو العنوان اللي احنا اديناه لك دوت. خلاص لما يحصل سكسس يعني البيانات رجعت بسلامه والحمد لله وكله تمام، هتشتغل لي بفانكشن وهتاخد الفانكشن ده تاخد الريسبونس يعني الناتج اللي جه، الناتج اللي جه يعني ايه الناتج اللي جه ماشي. خلاص قلت له يا اتش تي تي بي اللي هو بتاع الايجكس، قلت له جبت لي بعنوان ده اديته الباس. خلاص لو كانت سكسس يعني لو جاب نتيجه سليمه هتشغل لي فانكشن، ها الفانكشن دي بتاخد الريسبونس، الريسبونس ده بقى شايل ايه؟ بقى شايل نتيجة الرد، شايل الرد، شايل الايه؟ الرد. فقلت له ماشي، الرد لو الرد الريسبونس، قلت له بقى عادك بقى تقوم عامل ايه؟ السكوب دوت ستودنتس بتساوي الريسبونس اللي جه. هتقول لي اه الريسبونس اللي جه اللي هو بالنسبة لنا الملف ده كله. فكأنك قلت للستودنت بيساوي، انت حاطط البيانات دي كلها جوه للستودنتس، وبناء عليه انا كنت بنادي بقول الستودنت دوت نيم، هو المفروض يشوف النيم، ستودنت دوت رول نمبر يشوف الرول نمبر البرسنتج والى اخره. خلاص يبقى يشوف البيانات دي جايبها منين، بقى جايه اكني بالظبط الملف ده، بس الفرق ان الملف دوت موجود على سيرفر او جايب من الداتابيز أو أو, او 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 زي ما يكون. عايزين نجرب ده، نجرب الكلام ده، نرنه. احنا شغالين على ايه؟ get file from server. قلت له ماشي ارجع هنا، قلت له get file from server .html .html بس، ورنيت قال النيم والرول percentage بس ما جابليش داتا. في عندي عيب ما خلانيش اقدر اجيب البيانات. يعني مش عارف هنا اهو في الكوز نيفيشن احسن سكسس شال الفانكشن دي كلها لغايه قفلتها. لا مفيش هنا سيمي كولون، يبقى كده اقفل الايه، اقفل الفانكشن صح كده، ان ده كله اصلا بارامتر جوه مين، جوه سكسس صح كده، كل ده بارامتر جوه سكسس. الفانكشن بتاعت الريسبونس دي كلها بارامتر جوه سكسس. طيب نجرب كده، نرجع نعمل ريفريش، لسه برضه ما جابتش نتيجه. طيب واحنا هنا طبعا عملنا فانكشن مباشره، تكون دي في الانجلر مش الحديث كله مش بقاش كده يعني، ممكن نعمل هنا افضل هسمي معلش مين اب، مش عملنا طريقه مختصره، واجي هنا في السكريبت بتاعي وهقول var مين اب، وده هقول له انت بتساوي
وهنادي بالطريقه اللي احنا يعني الطريقه المعتاده اللي احنا بنمشي بيها على طول في كل الاكزامبلز اللي احنا عملناها قبل كده. يعني هنادي على انجلر دوت موديول، وهديله من الموديول دوت مين اب كوما القيمه اللي هبعتها لك فاضيه، واجي هنا اعرف المين، اخد من المين اب اللي انا عرفته اخليه كريت لي كنترولر، اديني اسم الكنترولر بسنجل كوت، طلع يبقى اسمه student controller كوما الفانكشن. الفانكشن بقى كلها ايه مكتوبة زي ما هي، بس مش هخليها لها اسمها student controller بقى، دي anonymous. تمام تمام بتاعنا و HTTP GET URL مظبوط، فانكشن بتاعتنا والريسبونس، وادي ايه قفلتها وقفلت الكوس السيمي كولون، دي قفلت الفانكشن وبعد كده قفلت الكوس بتاع الكنترولر والسيمي كولون بتاعت الكنترولر. تمام كده انا اشتغلت بالطريقة العادية، ريفريش برضه لسه في مشكلة. طب كنترول شيفت اي في ايرور اهو، افتح قال لي الاكس الاكس ام ال اتش تي بي ريكوست كان لود كان نوت لود الباث دوت، لان بسبب ان ايه اكسس كنترول اوريجن مش موجوده في الهيدر، فده مديهاني نل، عشان عشان هما الاتنين مش موجودين على نفس السيرفر يعني، والسيرفر مش بيسمح انك الملف تاني ينادي الملف دوت. ماشي احنا ممكن ناخد ملف جيت فايل فروم سيرفر ده نجيبه من ملف من الاكزامبل بتاعنا جيت فايل فروم سيرفر كوبي كده، واروح احطه عند الاكس ام بي بي اللي هو السيرفر بتاع الاتش تي اللي بتاع البي اتش بي طبعا، وكذلك بتوع الاس بي هيحطوا نفس الملف جوه البروجكت بتاعهم، يعني هيبقى عامل بروجكت بالاي اس بي او جي اس اف او جي اس بي كلهم واحد. خلاص وادي ملف الداتا اهو، وادي ملف جيت فايل فروم سيرفر او جيت فايل فروم سيرفر خلاص، والداتا بتاعتي. واروح هنا انادي على الفايل جيت عشان هما الاثنين على سيرفر واحد، ميبقاش عندي مشكله في ان انا بنادي فروم سيرفر دوت اتش تي ام. ادي اهو محمد صبور 101%، مصطفى رأفت 91%، عبد الله نورهان ناصف واحمد طلحه. كده يكون عرض للايه ملفات من على السيرفر، قد تكون الملفات دي جايه زي ما اتفقنا من اي حته من جنريتد من فايل بيجيب من الداتابيز الى اخره. وبكده يكون بصينا بصه مهمه جدا 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 على موضوع الايجكس، وازاي بندعم ملفات وبتلود وبنعرضها بشكل جدول زي ما احنا ايه لو احنا شايفين. طبعا تنسيقها مختلف لان هتلاقي ملفات ال يعني عملنا كنترول كنترول شيفت اي كده هلاقي ان في عندي 3 ايرورز كلهم نوت فاوند ايونيك وستايل وايونيك، دول الستايل سي اس اس بسبب ان احنا طبعا في الملف هنا عندنا بنادي على ستايلات، افتح البراكتس واشيل اللينكس على الستايل شيتس دول. المفروض اصلا كان يديني ايرور كمان على الانجلر اساسا، المشكلة ازاي يقول لي الانجلر مش موجود وما كان شغال ازاي؟ ما علينا، في انجلر برضو جي اس المفروض يبقى موجود، يعني انا المفروض اجيب من www.js ملف الانجلر يبقى موجود على فولدر جي اس، ما اعرفش كان شغال ازاي بصراحة، وبيست ممكن يكون عشان كنت مبفر وانا بجرب ولا حاجة، عامل بافرنج عامل ريفريش ايوه كده تمام، يبقى كان عامل بافرنج بس كده مفيش ايرورز ولا حاجه. السايل شيت شيلته، وادي الايه ملف الجي اس جاب الايه جاب الداتا. خلاص كده نكون بصينا على ملف الدرس بتاع الايجكس.